مشاهدينا، رؤية دولة الكويت 2035 كما حدد مساعيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، هي تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاعين الحكومي والخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج. بلا شك، ومن هذا المنطلق سوف يقام المؤتمر الإقليمي لتسوية منازعات الاستثمار الأسبوع المقبل في دولة الكويت تحت شعار كويتنا دائما في القمة. وحول المؤتمر وأهدافه يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور قبطان عبد الأمير الفرج، دكتورة في المنازعات البحرية ورئيس وحدة التحكيم البحري في جمعية المهندسين الكويتية. يسعد صباحك وحياك الله معنا. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم. يا حياك الله وسعد بك دكتور. في البداية خلنا نتعرف والسادة المشاهدين على المؤتمر الإقليمي لتسوية منازعات الاستثمار وأهم أهداف هذا المؤتمر. المؤتمر يعتبر الأول كفكرة وكمادة علمية تطرح في منطقة الخليج وفي دولة الكويت. يتكلم عن الجانب المنازعات في الاستثمار. إذن المؤتمر أهدافه هو تسوية المنازعات في الجانب الاستثمار، الوساطة وثقافة المحكمين وقيد المحكمين في جانب هذا الاستثمار. إذن المؤتمر راح يكون انطلاقة الأولى، وإن شاء الله بيكون لها بأكثر من مرحلة في السنوات القادمة إن شاء الله. دكتور، لو نتكلم عن الشعار اللي تم اختياره هي كويتنا في القمة، ليش هذا المسمى الجميل والرائع وشنهي مدلولاته؟ والله هو هدف الكويت دائما في القمة، هدف كل كويتي، هدف كل مقيم على أرض هذه الوطن. أيضا هذه رؤية الشيخ صباح الأحمد، رؤية 2035 يكون مركز مالي وتجاري. رؤية الشعار هو أن الكويت دائما في القمة. أمانة عندنا إحنا جميل من القضايا اللي تطرح في الفترة الأخيرة، خصوصا لما إحنا نقول الجانب ما يرى الرسالة أو الهدف في 2035 منطقة خصبة بالنزاعات، سواء كان الجانب البحري أو الجانب الهندسي أو الجانب العقاري. وجود مصداقية للمستثمرين عندنا في دولة الكويت، هذه المصداقية هو القانون اللي يحمي المستثمر عندنا في دولة الكويت. فشعار الكويت دائما في القمة هو هدفها مصداقية المستثمر اللي راح يستثمر المبالغ الفلكية عندنا في دولة الكويت. جميل. طيب بعد ذلك خلينا نتعرف على المشاركين في هذا المؤتمر. المشاركين هم الفئة المستهدفة، عندنا القانونيين، عندنا المحامين، عندنا المهندسين، عندنا العقاريين، عندنا البحريين. هذه نحن نسميهم الهدف اللي استهدفته في للمشاركين لهذا المؤتمر. من داخل خارج الكويت؟ طبعا داخل وخارج الكويت. يعني أكثر الحضور راح يكون من منطقة مجلس التعاون الخليجي لهذا المؤتمر. لأن هي المنطقة واحدة عموماً، يعني هي تقريباً إحنا كلنا نرى يعني دول الخليج عندها رؤية 2030. صحيح. يعني أهدافنا واحدة. صحيح. إحنا هدفنا تقريباً إحنا وصلنا إلى 20 أو 22 هدف. صحيح. لرؤية 2035. المملكة العربية السعودية 2030. قطر 2030. كلنا نتفق في أن تكون منطقة الخليج لها جديدة كلية. بالضبط رؤية. فهذا المؤتمر هو يعتبر الجانب الخليجي راح يكون عندنا في دولة الكويت. جميل. هذا يرنا السؤال دكتور، يعني أكيد هذا المؤتمر راح يحتوي على محاضرات ورش عمل، أوراق عمل راح تطرح إن شاء الله وتناقش، فخلنا نتطرق لهذه الأمور راح تكون إن شاء الله في هذا المؤتمر. جميل. المتحدثين هم 8. المتحدثين راح يكون لكل متحدث ورقة عمل. حلو. مادة علمية مدتها ساعة كاملة. حلو. عندنا المخضرم أستاذ بدر البدر محامي راح يتكلم عن ورقة عمل القضايا والقانون الكويتي في الجانب التحكيم والجانب المحاماة. حلو. عندنا كابتن منذر كندري مدير معهد الاتصالات محل الملاحة راح يتكلم في الجانب ما يتعلق
في عدد الموانئ من ناحية دخول السفن وخروجها ورؤيتها 2035 في هذا الجانب. أنا راح أتكلم في الجانب البحري والمنازعات في الجانب البحري والتحكيم في الجانب البحري. أيضا في مشروع تكلمنا عنه وما تطرق له في السابق، الجانب العقاري، التقييم العقاري والتحكيم في الجانب العقود العقارية. أيضا الجيل الرقمي اللي هو التحكيم الإلكتروني، العقود التجارية في الجانب الإلكتروني. هناك تحصل نزاعات في الجانب الإلكتروني، إذا هناك عقود إلكترونية كيفية قراءتها وكيفية التحكيم فيها. هذه ورش عمل إن شاء الله راح نتطرقها في هذا اليوم الأول والثاني. جميل. طيب بما أن أنت دكتور كونك محكم وخبير دولي في المنازعات البحرية، ما مصادر القانون البحري الكويتي وطبيعة القانون الدولي طبعا في اللي يحكم العمل فيها في الكويت عندنا؟ نعم، أولا احنا القانون البحري صدر عام 1981 تحت معاهدة نسميها معاهدة بروكسل. صدر هذه المعاهدة في عام 1924. وقانون البحري الكويتي قانونها على هذه المعاهدة. أيضا هناك معاهدة ثانية نسميها معاهدة هامبورغ عام 1978. قانون البحر الكويتي أو قانون التجارة البحرية، خلينا نكون أدق أكثر، أخذ من هذه الاتفاقيتين. مصادر القانون البحري اللي ينظر فيها القاضي ويصدر فيها الحكم هي ست مصادر، نسميها أربع مصادر إجبارية، يعني القاضي لابد أن ينظر فيها ويصدر حكم فيها. اللي هي القانون اللي هو التشريع والمعاهدات الدولية والعادة والعرف البحري. والمصادر الاختيارية إذا القاضي ما لقى، يعني ما شاف نظر النزاع أن ينظر يصدر حكم فيها في هذه المصادر الأربعة، يلتجئ إلى المصادر نسميها المصادر الاختيارية اللي هو الفقه وأحكام القضاء. أمانة احنا عندنا مشكلة في هذا الجانب، أن القضايا البحرية فقط ينظر فيها في الجانب التشريعي اللي هو القانون البحري أصدر في عام 81 اللي تحت معاهدة بروكسل. صحيح. فما يتعلق في المعاهدات البحرية وما يتعلق في الأعراف البحرية هذا بحر. الجانب البحري غني في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. صحيح. احنا راح نتطرق في هذا الجانب في ورقة عمل راح أقدمها كورشة عمل في هذا المؤتمر، راح نتكلم عن هذه المصادر بتفاصيلها، وراح تكون هناك قضايا حية. يعني ممكن احنا كلمة واحدة لما يطلب القاضي من إدارة الخبرة كهو يعطيه جانب الفقهي، إذا كان إدارة الخبرة أخطأ في مصطلح معين القضية ممكن تظل في دهاريز المحاكم مدة 3 سنوات. أنا أعلم قضايا ظلت لحد الآن 4 إلى 5 سنوات هذا لا يصدر فيها حكم. يعني يعزى على شنو؟ قصور في القانون نفسه ويحتاج تعديل الثقافة. إحنا نحتاج نثقف. يعني أنا قدمت دورات تدريبية حق إدارة الخبراء عندنا في المعهد القضائي. يعني أمس أصبح بالخير وكيل إدارة الخبراء، كان هناك شريحة من المحاسبين والمهندسين في إدارة الخبراء، قدمنا دورات تدريبية كيفية قراءة العقود البحرية، كيفية كتابة التقارير للقاضي ليستند عليه ويصدر حكمه. هذه صحيح. جدا مهمة احنا نفتقدها. إذا احنا نوجد هذه الثقافة البحرية في 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 القانون البحري الكويتي. جميل دكتور، يعني من واقع رؤيتك قدرة الموانئ الكويتية على المنافسة العالية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي كيف تراها؟ احنا يعني نوعا ما مقصرين من جانب الموانئ عندنا في الكويت، ولكن الحمد لله يعني احنا نقيس الموانئ من اي جانب. احنا نقول جودة الميناء، على اي اساس نقول هذه جودة الميناء عالية او لا؟ لان على فكرة بوابة الجانب البحري هي الميناء، وعندنا احنا 3 أطراف اللي يدخلون هذه الميناء ما في غيرهم، الناقل والشاحن وصاحب البضاعة. هذول 3 الأطراف الكل يفكر، الناقل يفكر لما يدخل في سفينة أو يفرغ البضاعة ويغادر إنه ما يتأخر ولا يحصل أي تأخير على سفينته. صاحب البضاعة هدفه أنه يستلم بضاعته ما يكون عليها أي تلف وبوقت المتفق عليه. والشاحن هدفه أن يتم تفريغ البضاعة من غير عليها أي تأخير. إذا جودة الميناء هو تحقيق رؤية هذول الأطراف الثلاثة اللي نسميها. إحنا العدد عندنا نقيسه على حسب زباين إحنا نسميهم اللي هم الكاستمرز اللي هم الأطراف الثلاثة. لما قدم له هذه الخدمات بأعمال الميناء
الميناء عندها أعمال اللي هم ما يمثلون دخول وخروج السفينة. صحيح. الميناء عندها أعمال من يقوم بتفريق وشحن البضاعة. الميناء عندها أعمال من يقدم الخدمات لهذه السفينة. نعم الخدمات موجودة. الجودة نعم بدأت ترتقي إلى مستوى أعلى. ولكن في النهاية أعداد السفن تقل أو تزيد على جودة الميناء. إحنا نوعا ما عندنا ميناء مبارك الكبير. الرصيف اللي فيه 1720 متر. ويعتبر من أكبر الموانئ في في شرق الأوسط. صحيح. من يقوم يقدم هذه الأعمال والأنشطة لهذه الأطراف هو اللي يبتدي أعداد السفن تزداد. هناك رؤية راح يقدمها كابتن منذر الكندري. عنده ورقة عمل جدا جميلة فيها إحصائيات يتكلم على كيفية دخول وخروج السفن بنسبة أعداد أو كيفية مستوى الجودة ترتفع بالنسبة لموانئ دولة الكويت. طيب هل عقدت اجتماعات مثلا مع الإخوان في الإدارة العامة للموانئ لبحث السلبيات اللي تحدثت عنها قبل؟ أنت قلت نوعا ما في قصور. أمانة يعني مدير مؤسسة الموانئ الشيخ اليوسف طلب مني نقدم له دورات تدريبية لموظفين الميناء وأيضا دورات تدريبية للقانونيين في 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 الميناء. عملية إشكالية هو ارتقاء مستوى الميناء. احنا عندنا في شيء في المنظمات البحرية الدولية الموانئ تكون يا في البلاك ليست يا في الجراي ليست او في الوايت ليست، القائمه البيضاء والقائمه السوداء والقائمه الرمادية. احنا موانئ الكويت كلها في البيضاء. حلو. في الوايت ليست. حلو. لو هذه الموانئ راح يكون هناك اوديترز احنا نسميهم مفتشين في المنظمه البحريه يتواجدون في وزاره المواصلات هم الجانب المعني والموانئ. اذا كان هناك قصور للميناء يبتدون يقدمون تقارير. هذه التقارير مثل انذار بتعديل هذه المشاكل اللي قاعد تحصل عندنا في الكويت لكي تتم الترقيه. اذا ما حصل هذا الكلام تتحول موانئ الكويت من الوايت ليست الى الجراي ليست، وفي النهايه تنتظر الى البلاك ليست. يعني لا سفن تدخل، لا سفن تغادر، ولا سفن الكويتيه تدخل في الموانئ الاجنبيه. نعم القصور موجود. خلينا نقول القصور ما هي بشكل ما بيكون انا انسان سلبي، ولكن الشيخ عنده رؤيه ان يكون هناك دورات تدريبيه تثقيفيه لموظفين الميناء والجانب الاداري في الميناء. طيب شلون تشوفون مستوى الموانئ راح يوصل ان شاء الله مع الكويت الجديده 2035 كرؤيه للامام من خلال اقامه مثل هذه المؤتمرات وتعديل ثقافات وتعديل في امور كثيره حتى نوصل بكويت جديده 2030؟ احنا هدفنا كل ما يتداول الحاويات في اليوم الواحد او في الشهر هذه الحاويات الكونتينرز كل ما تتداول في الميناء باعداد يوميا تزداد، اذا انت تعتبر امان للاطراف اللي يدخلون في الميناء. كل ما تداولت الحاويات بارقام اقل انت عندك هروب من الناس من الميناء. مشكلة. احنا نقيس هذا الكلام بارقام. اذا زادت عدد الحاويات احنا فعلا بدينا نعتبر المنطقه الخصبه للاطراف. صحيح. اذا قلت هذه الارقام احنا نعتبر بالنسبه لهم الجانب المخيف والطارق. في هذا الجانب. احنا الحمد لله الارقام نعم بدات تزيد، الحاويات تداولها نعم بتزيد، ولكن انا ايضا احتاج يكون الارقام اكثر من كذي. ليش تحتاج الارقام تكون اكثر؟ عندنا نوعا ما تاخير، يعني السفينه تتاخر. انت لما توقف السفينه يعني تنتظر السفينه في المنطقه الانكر الاريا لمده يوم ولا يومين لتفريغ البضاعه انت اخرت الدخول الى الميناء دخولها وتفريغها. سبب تاخيرها ليش؟ عدم وجود الرصيف، تفريغ البضاعه وشحن البضاعه يتاخر بعدد ساعاتها، تنتظر السفن الى المنطقه اللي نسميها الانكر اريا لما تاخذ مكانها وتاخذ دخولها الى الرصيف. ففي النهايه هذا الجانب قاعد يسبب عملية تأخير تسليم البضاعة. نعم ممكن كانت في الأيام، إن شاء الله تكون في الساعات، لما نوصل نكون في الدقائق التأخير فيها. المفروض صلاتكم الصحة والعافية موفقين، وكل شكر مشاهدين لضيفنا دكتور قبطان عبد الأمير الفرج، دكتورة في المنازعات البحرية ورئيس وحدة التحكيم البحري في جمعية المهندسين الكويتية. شكرا لك دكتور. شكرا الله يعطيكم العافية. فاصل مشاهدينا ونعود إليكم.